السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. استقرار أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد. موجة حر قاسية تنتظر العراق. درجات خمسينية ستضرب الجنوب. خفايا عملية هروب متهم من مركز التوقيف في ديالى. اختراق أم إهمال. الإطاحة بتجار مخدرات بحوزتهم 180 ألف حبة. تبتاجون في بابل. بعد واقعة حرق المصحف، إيران لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد. بغداد تسجل حالة انتحار مشتبه بها لمنتسب في الشرطة الاتحادية. إليكم تفاصيل الأخبار. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الأحد استقرارا في البورصة الرئيسية والصيرفات بالعاصمة بغداد. إن سعر الصرف في البورصة ببغداد بلغ 147,500 دينار لكل 100 دولار. وأضاف أما سعر البيع في مكاتب الصرافة ببغداد فقد بلغ 148,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 146,500 دينار لكل 100 دولار. كشف المنبأ الجوي واثق السلامي اليوم السبت عن موجة الحر الأولى التي ستضرب العراق، مشيرا إلى درجات الحرارة ستصل إلى 50 مئوية في الجنوب. وقال السلامي في حديث إن التوقعات المبدئية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ستبدأ من يوم الخميس المقبل وتستمر عدة أيام لتسجل في مدن الجنوب درجات تصل إلى 50 مئوية، لافتا إلى أنه بالأمكان تصنيفها كموجة حرية الأولى خلال فصل الصيف. وأضاف إن الأجواء من السبت والأيام المقبلة ستكون مشمسة بسبب تأثير المنخفض الحراري الموسمي، فيما ستكون الرياح مستقرة على الاتجاه الشمالي الغربي وتكون معدلات سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر. كشف مصدر مطلع اليوم الأحد خفايا اعتقال أول متهم يهرب من مركز احتجاز أمني في خانقين بعد عام 2003، فيما أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق رفيعة لمعرفة حيثيات الهروب. وقال المصدر إن المتهم الهارب من مركز احتجاز أمني في قضاء خانقين 100 كيلو شمال شرق بعقوبة والمدعو حاء خاء ميم والموقوف في المادة 443-443 من قانون العقوبات العراقي، تم اعتقاله بعد 6 ساعات على بعد 30 كيلو متر عن القضاء في منطقة زراعية تقع بين ديالى والسليمانية ضمن حدود كلر. وأضاف أن عملية الاعتقال جرت من خلال التنسيق بين قوات الأمن الاتحادية وأقليم كردستان، مبينا أن تعاون بعض المواطنين وتزويد القوى الأمنية بالمعلومات ساهمت في تحديد موقع اختبائه قبل اعتقاله. وأكد المصدر أن المتهم سيتم نقله إلى خانقين يوم غد الاثنين وفق محضر رسمي، مشير إلى أنها أول عملية هروب تجري في القضاء بعد 2003، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة مستمرة لمعرفة حيثيات عملية الهروب، خاصة وأنها أثارت الرأي العام في الساعات الماضية. وذكر أن خطأ في الإجراءات الأمنية كان وراء هروب المتهم، لكن من المبكر تأكيد إذا ما كان هناك تواطئ مع جهات معينة أولا بسبب أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن. وأمس السبت تمكنت القوات الأمنية من القبض على متهم هارب من أحد سجون خانقين. وأبلغ المصدر الأمني أن القوات الأمنية تمكنت من القبض على حاء خاء السجين الهارب من أحد مراكز الشرطة في خانقين ديالى والمتهم بقضايا سرقة ومخدرات. وأضاف المصدر أن عملية القبض تم ضمن أحد المناطق القريبة من خانقين. وكان مصدر مسؤول في محافظة ديالى قد أفاد بهروب سجين من مركز التوقيف في قضاء خانقين 105 كيلو متر شمال شرق بعقوبة. وحسب المعلومات الأولية أن السجين هرب من فتحة مبردة الهواء بطريقة غامضة ولاذ بالفرار، وهو متهم وفق المادة 444 و443 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالسرقة والمخدرات. بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من أبطال مكافحة مخدرات بابل من إلقاء القبض على متاجرين بالمخدرات وتضبط بحوزتهم 180 ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون في محافظة بابل بالجرم المشهود. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة 28 مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات لينال جزاؤهم العادل. كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد
إن إيران لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد بسبب الإساءة للقرآن الكريم في هذا البلد. وقال المظهر إنه بالرغم من استكمال إجراءات الإدارية لإرسال سفير جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السويد، فإن وزارة الخارجية ليست لديها خطة في الوقت الحاضر لإرساله بسبب الإساءة للقرآن الكريم في هذا البلد. وكان السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السويد حجة الله فغاني التقى عشية مغادرته إلى مكان البعثة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وقدم تقريرا عن مستجدات مهمته والبرامج المنشودة لتعزيز العلاقات مع السويد. وعرب وزير الخارجية الإيراني في مباحثات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن بالغ سفير التصرف المسيء والمستفز الأخير في السويد في إهانة القرآن الكريم، وأدان واستنكر هذا التصرف بشدة. كما اقترح وزير الخارجية الإيراني عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية في أقرب فرصة ممكن للتزامن مع اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو لمناقشة هذا التصرف المسيء. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران في غياب السفير احتجاجا على الإساءة للقرآن الكريم في السويد. أفاد مصدر أمني اليوم الأحد بتسجيل حالة انتحار لمنتسب في الشرطة الاتحادية بالعاصمة بغداد. وقال المصدر إنه تم تسجيل حالة انتحار مشتبه بها لمنتسب برتبة مفوض في وكالة الأمن الاتحادي شرطة اتحادية بإطلاق النار من سلاح نوع مسدس على في منطقة الرئاسية ببغداد، وأوضح أن المنتسب ما زال قيد الحياة وجار التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.